ثلاث نصائح مهمة للمغادرين الحجاج. أول نصيحة هي استكمال التطعيمات، سواء الالتهاب الرئوي، السحايا، الإنفلونزا، وقبلهم تطعيمات كورونا. الأمر الثاني، إذا كان عندك أي أمراض مزمنة لابد أن تتواصل مع طبيب الحملة لأخذ الاحتياط اللازم من ناحية الأدوية والتوصيات المهمة لهذه الأمراض. أما الأمر الأخير هو الاستعداد الذهني والجسدي والنفسي قبل الحج، يعني النشاط الرياضي والتحمية، وكذلك الابتعاد عن المشتتات، الابتعاد عن التوتر والقلق، علشان يكون الحج آمن بإذن الله. نسأل الله عز وجل السلامة للجميع.